الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يسأل أحد الإخوة يقول: إذا قرأت القرآن يقشعر بدني وأشعر أن قلبي يرتجف، فهل هذا مرض أم أنها علامة صحة؟ الجواب على ذلك بقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ومعنى تقشعر يعني تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند آيات الرحمة، وقيل إلى العمل بكتاب الله والتصديق به، وهذا ذكره المفسرون في هذه الآية. وكذلك ذكروا أثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت للتابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله عز وجل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن